تمكنت مصالحنا للشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الجلفة بعد عملية ترصد وتنسيق مع النيابة العامة المختصة إقليميا من توقيف 5 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 سنة لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد باستعمال مركبة المتعلقة بسرقة كواب نحاسية قدر وزنها الإجمالي باثنين قنطار مع استرجاع مبلغ مالي قدره 28 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه المادة. بعد استيفاء إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بالجلفة.